قبل شهرين على التقريب احترق مطعم قرب جامع الإسباهية، فاجتمع في نفس اليوم عدد من جوار المطعم ودفع كل واحد منهم مبلغا ماليا وذهبوا به إلى صاحب المطعم وأعطوه إياه لأجل أن يعيد ترميم مطعمه بأسرع وقت. وهكذا كان، على أن الرجل لم يرضى إلا أن يكون المبلغ دينا وأن يرده إليهم مع شكره لهم. الرفق بالجار. كان هذا الكلام قبل شهرين تقريبا، لكن قبل سنتين احترق متجر كبير في دمشق القديمة. هو متجر كبير للملبوسات لعائلة معروفة، فاقت الخسائر المليار. اجتمع الجوار وأرادوا دفع الخسائر للمتضرر، مستعدين يدفعوا له مليار ليرة. جارنا هذا انكسر، هو تاجر، مبنى ينكسر، فلم يرضى لملاءته، قال لهم كتر خيركم أنا بقدر يعني وقف. ومع هذا جاءه صاحب بيت عربي قرب متجره ليخبره أن بيته جاهز في أي لحظة، يريد أن ينتقل إليه هذا التاجر ريثما يرمم متجره. ذكر لي هذه الحادثة أصحاب القصة، قال له بأي لحظة بيتي جاهز تشتغل فيه لبين ما يترمم محلك. وحسم له المؤجر رقما جيدا عونا له على الضرر. الرفق بالجار. قال محمد بن علي بن الحسين: أراد جار لأبي حمزة السكري الحافظ الثقة أن يبيع داره مضطرا، فقيل له: بكم تبيع دارك؟ قال: أبيعها بألفين ثمن الدار، وبألفين أبيع جوار أبي حمزة. قال: فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إلى جاره بأربعة آلاف وقال له: لا تبع دارك. نقل مثل هذه الحادثة عن الأمير عبد القادر الجزائري. أراد جيرانه أن يبيعوا دارهم مضطرين وطلبوا سعرا عاليا، فقال المشتري: إن داركم لا تساوي هذا الرقم. فأجابوا: ولكن جوار الأمير غال جدا. فعلم الأمير بالأمر فجاء إليهم بالمال الذي يحتاجونه على أن يبقوا في دارهم.